المثلث اسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا حبه. والان سننتقل مباشره الى القسم الثاني وهو الايقاع الذي سيختص بالامام البوسيري رحمه الله عليه. وسنبدا مباشره بكبير عثمان فليتفضل مشكورا. السلام عليكم مرة ثانية، عودا على بدء القصيدة بعنوان إمام المداحين. إمام البوسيري هو إمام المداحين، كل من مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتخذ الإمام البوسيري قدوة لينسج على منواله. هذا هو المقصود بإمام المداحين. فأحمد الصوفي وهو أمير الشعراء في العصر الحديث صرح بذلك. المالي هنا وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيهاء ذي القدم. يعني لو البوسيري كل يقتدي به، هناك معارضات، هناك تخميسات، تسبيعات لبردته. أقول في من دعيها قد بدت ترقى إلى أن نلت مرغوبا وأصبح اسمك في الآفاق مكتوبا. قد بدت ترقى إلى أن نلت مرغوبا وأصبح اسمك في الآفاق مكتوبا. أصر ذكرك ذكر المادحين فلم يبقوا وشعرهم ما زال محجوبا. والدهر ينسج من أبيات بردتكم حبا فألبسنا منها جلابيبا. وأترعت هذه الدنيا مدائحكم مهذبات الحجى بالحب تهذيبا. يا حامل الراية الكبرى ببردته أحرزت في السبق قصبا ليس مكتوبا. وقدمتك جميع المادحين بها ولم ينالوك إفحاما وتوجيبا. عناية الله ترعى كل ما سطرت يداك معنى وتركيبا وأسلوبا. فأصبحت قردة المختار أحسن ما يرجى وأحسن ما تلقاه محبوبا. صببت فيها علوما لا عداد لها، أفرغت فيها بديعا ليس محسوبا. إن أنشد الدهر منها لطفتين ترى ألفاظها تطرب الشبان والشيبا. قد قيد الله من أعلام أمته مستكشفين لسر كان محجوبا. يا من يبسط فيها شر لقلقه جهلا فما كل متن شاه مركوبا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من وفي شر زبزبه ولقلقه من وفي شر كبكبه وزبزبه ولقلقه فقد وكي الشر كله. هو يستفيد من هذا. يعني يبسط لقلقهم في الإمام البوسيري وفي بردته. يريد أن يمزق الإمام البوسيري وأن يمزق بردته، فهو ممزق نفسه. لأن الله سيقيد لهذه البردة عبر الرسول من يدافع عنها ويناظر عنها قربة وزلفى إلى رب العالمين. الذي كتب في نبيه هذه البردة صلى الله عليه وسلم. وعبد المجلوب له متأثر جدا بالإمام البوسيري في تراكيبه وفي ألفاظه. وهذا جميل جدا، لأن قصيدة في الإمام البوسيري يريد أن يقول بأنه تلميذ وخريج الإمام البوسيري. يتطفل لبارده حتى في أشعاره. فهو مقتبس بالأنوار، باحث للنور من جانب طوره. إذ أنشد الدهر منها لطفتين ترى ألفاظها تطرب الشبان والشيبا. قد قيد الله من أعلام أمته مستكشفين لسر كان محجوبا. يا من يبسط فيها أسرار ستبقى، هناك أسرار تبقى محجوبة هي موجودة في بطن الإمام البوسيري. استأثر الله به
أسرى في بطنه لم يشرحها. والأحسن للشاعر ألا يشرح قصيدته، لكن إذا شرحت القصيدة انتهى، أنت أغلقت الأبواب. والإخوة عندما ينشدون لا ينبغي أن يشرح قصيدته، تبقي القصيدة عنده غيرك يأتي وكل يؤوي، وهذا ما يسري الشعر. أما إذا شرحت أنت سددت الأبواب، سددت الأبواب. أما إذا أغلقت الشعر هكذا كل يأتي، الناس يذهبون مذاهب شتى. والمتنبي كان يفعل هذا، وإنما يسأل يقول اسأله ابن جني، هذا أعلم من الشعر جني، وهو يعلم شعره، ولكنه لا يريد أن يشرح شعره، لأنه بشرحك للشعر كنت قد قتلت الشعر، انتهى هذا قول واحد. والشعر دائما حبال أوجه، النص الجيد دائما كذلك، وأنت إذا شرحت كنت قد حبلت شعرك على معنى واحد، وهذا يسري به. تفهمون هذا؟ قد قيض الله من أعلام أمته مستكشفين لسر كان محجوبا، يا من يبسط فيها شر لقلقه جهلا، فما كل متن صاح مركوبا. ليس كل متن يقول مركوبا، هذا متن لا يركبه إلا الصالحون، لا يركبه إلا الصالحون، أما غير الصالح فإن المتن سيأمي به، سيأمي به، سيطراه وأرضه. من كل عيب ستلفيها مبرأة براءة قصيدة كذلك، هو قصيدة القصيرة مبرأة من كل عيب، من كل مسألة، من فاتحتها إلى خاتمتها. لأننا لا نقول بأنه معصوم، ولكن نقول بأنه محفوظ. تفهمون هذا؟ هو محفوظ. حتى إذا 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 استطعت أن تثبت عيبا في القصيدة فأت به، أت بهذا العيب لنناقشه. أتبقى مع طلاب الصغار إذا لا يقرأون شيئا من العلم ثم تدندن الإمام المسلم وكذا أخطأ الشاعر في هذا، من أنت؟ ماذا تركت من الشعر؟ لا يأخذ معلقة من المعلقات. وهو ما زال يريد أن يستكشف أسرار البردة، والبردة لا يشعرها الناجم الكبير فحسب، ولكن لابد أن تكون صوفية، أن تكون ممن يشرب من هذا المشرب الذي شرب منه الإمام المسلم. اللغة ليست كافية في شرح البردة، لا أبدا. اجمل القواميس واحفظ جميع المتون اللغوية، إن لم تكن صوفيا مخلصا وريا تقيا لا يمكن أن تقف كفلا من أقفال هذه البردة. لابد أن تكون صالحا. ونقول بأننا نتقفل على هذه البردة، لسنا أهلا لشرح هذه البردة. بل الذي يشرح هذه البردة من يكون وليا صالحا كاملا. ولكن في أصل البدع إذا لمثل أن يشرح هذه القصيدة. وإذا في الحقيقة لا ينبغي أن أقنو من شاطئ هذا البحث. فهو عميق يا مولانا. فهو عميق. قلنا نبدو ذلك. وما نحب البردة هلك فيها هالكون وسعد بها الصعداء. ولا يزالون يهلكون بهذه البردة. من عاد لي وليا فقد آذنته في الحق. يا من يبسط فيها شر لقلقه جهلا، فما كل متن صاح مركوبا، من كل عيب ستلفيها مبرأة براءة الذيب من دم ابن يعقوبا. فكانت البردة الفيحاء تذهب عنا البأس والضر، تمحو في الورى الحوبا، فما تلاها مع الإخلاص من أحد إلا وسافت له الخيرات شبوبا. وكل من قرأ هذه البردة بقلب مفعم بالإخلاص والصدق والنقاء والصفاء فإنه ينال مرغوبه في الحياة. وأنا جربت هذا، أنا كلما شرحت البردة رأيت النفحات، والله العظيم نفحة تأتي من كل صوت، أنا لا أعلم من أين تأتي، ولكنها تأتي من الله. الله هو الذي يسوقها إلي. وإنما انتهيت من شرح المقدمة، أحدهم قال لي بأنه الآن أنا أقص لكم هذه الرؤية. كيف يقال يعني؟ لأن المقام يقتضي قص هذه الرؤية. هناك منامات كثيرة رأيناها تدل على الإشارة. يقول أحدهم رأيتك في المنام وقد خرجت من الدرس في مكان رحب أفيا. خرجت والإمام الغزالي على الباب في انتظارك. ما
بدا الدرس الاول بدا المقدمه. وقبل ان اختم البرده احد الاخوه ايضا يقول لي بانني اخبرته في المنام باننا سنختم البرده في مكان غير المكان الذي بدانا فيه. وذهبنا سويا ودخلنا في مكان رحب واسع جدا لم يرى مثله في الجمال. وانا بدات في شرح البرده هم خرجوا ينظرون حول هذا المكان فاذا بهم يرون انهارا تجري تحت هذا البناء. اذا قال لي زميلي اذا نحن في الجنه. وقال لي ايضا بانه راى الامام المسيب يوصيه بالبرده ويقول له تمسك بالبرده فان البرده خير لك في الدنيا والاخره. ملامات كثيره انا اكتفي بهذه السلاسه. كل هذا يدل على ماذا؟ على البشاره، على ان الشرح كان مقبولا عند الله. لم يبق من بعد الا المبشرات. قال وما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا الصالحه يراها الرجل الصالح او طول له. تفهمون هذا؟ كلما بدانا في شرح كفر حتى قلت هذا للاخوه ونحن في شرح قصر ندى. قلت لقد حببت ان اجعل جميع دروسي في البرده. صحيح يا مولانا. صحيح يا مولانا. فما تلاها مع الإخلاص من أحد إلا وساقت له الخيرات شحبوبا وكم طوت طرقا للسالكين على مر الجديدين إدلاجا وتأويبا. طوبى لألسنة شادت بنغمتها وكل سطر وعى أبياتها طوبى. ثم الصلاة على المختار سيدنا من قام للدين ترغيبا وترهيبا والآل والصحب والأتباع قاطبة ما قام داع ينادي في محاربا. سكون من إياه البردة في قلوب الأمة أيها تفهمون هذا؟ سنرجع بالبردة إلى سيرتي الأمة. أقول في قلب كل مسلم. قديما كنت لا تجد حتى الذباب كانوا يحفظون البردة يا مولانا. مجربة يا مولانا، مجربة بالبردة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح القاسم وعلى هذه الحقيقة الكبيرة والمفتاح العظيم. قصيدة مثل الأولى في مدح صاحب الفقه الإمام الأولى من المصير الأولى أصلا أنت عن الشفة بالقبل وحيدا قلت القصيدة بلك المصير الأولى فيظن بأنك تقصد قصيدتك. هذه القصيدة في مدح الإمام القصيري بعنوان إلى صاحب البردة وهي في نفس الوطن والقافية إلا أن هذا الروي مرحوم. أقول به إن ظنون الروي فلاسأل واصل واصل. أمن تذكر جيران مضوا تجم أمن تذكر جيران مضوا تجم أم من تذكر خلان يجف فم أم من تذكر أيام خلونا على شهر الربيع جرت من مقلة دير. أم من تذكر أيام خلونا على شهر الربيع جرت من مقلة ديم. أم لم تزل كاتما رغم افتضاحك من دمع صحوح وقد حاطت بك الحشم. فقد مززت دموعا بالدماء فما أرسلت دمعا سوى قد خر بعد الدم. وقد ذبلت شرودا والعيون زفن ولست إلا فمن يزهو به الكلم. أشفق على الجسم أشفق على الجسم من هول العذاب فإن القلب يحمل ما لن تحمل القدم. سكبت دمعك في كل الحروف مديحا في حبيبك والأيام تأتنم. فليس يثني على المختار مادحه إلا وطل له من دمعكم وسم. فليس يثني على المختار مادحه إلا وطل له من دمعكم وسم. فالحق حبركم إن يمدحوا وكذا أقلامهم ذاتها كانت هي القلم. توارثوه لجيل بعد آخر
ما مضت له فترة إلا وبدتهم ساجلت مصرصري فيه فقدمكم حتى تبنى لك الأجيال واعتصموا واذكر على غفلة التاريخ ما البرع أقبل يوسف في الغرات يا لكم ولم يضعه طويلا ريثما امتشق البرهام ريشته فاخضوضر الحرم فهنا استفاض هنا استفاض مداد المدح فاغتسلت به العباد فأثنوا والهوى عرم فصار في كل بيت شاعر غرد بالحب مكتمل للمدح منعزم من لي بموت من لي بموت من الرحمن يقذفني في فلكهم وبهذا النور يغتنم لقد قضوا نحبه حقا فما تركوا من خصلة أهملت إلا بها اتسموا هم العباد هزل فالمؤمنون هم والعاشقون هم والمادحون هم تضمهم بردة المختار أجمعهم هل ثم ما تشتهيه بعد يا قارم فضم شارحها فيهم وقائلها ومن يعارضها يا ربي يا حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ما احتفت به العزم والآل والصحب حق القدر حيث يكون الشاعر الفحل من من حيرة وجه حفظ به بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه القصيده بعنوان في دار الهدى مناسكها اقول في مبدا القصيده اللخت في افق المديح بعيده اللخت في افق المديح بعيده ونزلت وحدك في سماء القصيده تبست في فلك الرؤى والكون مضطجع مديحا رائقا وفريدا انشدته لمحمد فحباك بردته الشريفه فاستفقت سعيدا وبريت من شلل دهاك فلمته دلفا كانك قد خلقت جديدا افردت اذ اودعت فيه اجائبا كل الخلائق اشيبا ووليدا واهتزت الارجاء حين تلوته طربا ومر بأذنها تغريدا وشدت به الأطيار في أوكارها وغدا بمبتسم الزمان نشيدا أنطقت ألسنة بهذا المدح قد خرست فسار لها الكلام عتيدا وعدلت عن كل العيوب وعدلت عن عين الكليل مشاوة فتحولت فيه العيون حديدا يا من ببردته الشريفة نال منزلة ومثبا خالدا وتليدا آيت كل المالحين محمدا وحشرت في أقواعهم جنودا وسبقتهم في مدحه إذ جئت منفردا وجاءوا زمرة وحشودا ما كان شعرك فيه غير محبة أضحت لها تلك الدموع شهودا ما كان شعرك فيه غير محبة أضحت لها تلك الدموع شهودا هليته بجواهر الألفاظ واستجفيت في أبياته التعقيدا ونفرت فيه معانيا من راها يحصرها فلم يلفي لها تحديدا لو سارت الاشعار مائلة فسوف يظل مدحك للنبي سريدا كل ببردتك الشريفة كل ببردتك التي حبرتها يهدو ليبني مجده ويشيدا ان الأولى ملك النبي باسرهم خروا لها عبر الجسور سجودا ماذا ينذر البردة الغراء من قوم أرادوا خطوها وخمودا آلت عناية خالق الأكوان أن تحمي حماها أعصرا وعبودا يروي لك التاريخ أنك خامل يروي لك التاريخ أنك كامل قطب ولي قدر المحمودا ذكراك تخترق الطباق ولم تزل حيا وذلك بيننا موجودا كانت يسيرة جدا في الأزهر ولكن لما توجه سنقسم اليوم أخيرا ربما في قابل الأيام إن شاء الله. بقية إلى صاحب المضيفة الشيخ إسماعيل صادق العجمي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته.